في شب وبنت تعرفوا على بعضهم بالجامعة، ويوم عن يوم تعلقوا ببعض وصار يحبوا بعض. البنت كانت تحبه كتير للشب، بس كانت تعاني من قلة اهتمام حبيبها فيها. الشب كان بيحبها بس ما كان يهتم فيها، وكان إذا بطيب حبيبته ما بيسأل عنها ولا حتى بيتصل فيها ولا بيبعتلها على النت وينك. مرة من المرات اتصلت فيه، كانت مريضة كتير. مرحبا حبيبي. خير، شو بصوتك؟ مريضة وتعبانة. خدي دواء وانتبهي لنفسك. ماشي. سكرت الخط وهي تعبانة من معاملته معاها، وظلت يومين مريضة لا تصل فيها ولا تطمن عليها. البنت صارت تحكي مع حالها، هو ليش هيك عم يعاملني؟ ليه هيك ما عم يهتم فيني؟ والله تعبت من هالوضع، أنا رح أتصل فيه وقل له بيهتم فيني مشان حبنا يدوم أكتر. مرحبا حبيبي. يا هلا روحي. بدي قلك شي قاهرني. شوفي احكي. هون ترددت تحكي له، وما كان عنده جرأة تقله عن معاملته معاها. لا خلص ما في شي. اوكي براحتك. البنت شافت ردت فعله هيك انقهرت كتير على حالها، وصارت تقول بينها وبين حالها هو بحبني وشوي شوي رح يهتم فيني. ومرة انقطع النت عندها، وقت رجع النت لقت انه عنده كتير رسائل عنها. شو وينك؟ ليش مسكرة نت؟ حاكيني بس اجتك الشبكة. البنت هون فرحت كتير من الرسائل، لانه هي اول مرة تشوف كلمة وينك من حبيبها. حملت الجوال وهي مبسوطة كتير واتصلت فيه. كيفك يا روحي؟ شبك مسكرة وما عم بتردي. اشتقت لي؟ لك مو هيك، بس راح رقم استاذ الرياضيات وبعدت لك كتير منشان ترجع تبعتيلي اياه. بعتيلي اياه بسرعة. البنت خاب املها بحبيبها وصار في برود بمشاعرها، وفجأة انتزع الحب من قلبها. نصيحة لكل شاب، وقت بدك تحب بنت اعطيها الحب الاهتمام، لا تعطيها الحب دون اهتمام. صدقني قلة الاهتمام قلة اكبر حب.